غبابة مع عبد الله العامري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبابة، تأتيكم عبر إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حكون معكم أنا عبد الله العامري يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحد إلى الثاني ظهرا، وتقدروا تسمعونا على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور وجوجل بلاي. موضوع حلقتنا لليوم تصحيح النظر، كيف ومتى ولماذا؟ فإن شاء الله في هذه الحلقة حنتكلم عن بداية مقدمة عن تصحيح النظر وأبرز أنواع تصحيح النظر، وأيضا متى يكون الوقت المناسب عشان تصحح النظر، ممكن أيضا الفئات اللي ما ينصح لها القيام بهذه العملية، وأخيرا في جانب الاعتبارات والاحتياطات الواجب اتباعها سواء قبل أو بعد أو أثناء هذا الإجراء. ونستقبل أسئلتكم وأراءكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. أرحب بضيفة حلقتنا لليوم عبر الهاتف دكتورة سيرين جوهرجي، استشارية طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الإبصار الحاصلة على الزمالة الكندية. حياك الله دكتورة سيرين. أهلا وسهلا عبد الله. بداية في موضوع حلقتنا اللي ممكن أثير في عدد من البرامج وفي عدد من الحلقات، لكن يعتبر من المواضيع المهمة اللي إن شاء الله حنتناقش معك فيه، بحكم إن يعني في بعض التقنيات اللي ممكن تطرح في الأسواق، زي بعض مثلا تقنية الفيمتو ليزر وغيرها من التقنيات اللي إن شاء الله بتواجدك معنا حنناقشها. تكرم عينك. بداية دكتورة سيرين، مع لو ناخذ مقدمة عن تصحيح النظر، فوش الأنواع المطروحة الآن في العيادات أو في المستشفيات اللي تساهم بدورها في علاج النظر في مختلف اللي يواجهها المراجع؟ عمليات تصحيح النظر هذه عمليات من أنجح العمليات اللي كانت في الطب قاطبة. طبعا احنا نتكلم اول حاجه، بدات عمليات تصحيح النظر بالتشطيب، كانوا يشطبوا القرنيه عشان يحاول المريض يتحسن رؤيته. انه ايش اللي انت لما تغير العدسات، العدسه حقت العين، احنا عندنا العدسه حقت العين والقرنيه، هم دول اللي يحددوا قوه البصر عند الانسان. فهذه احنا نغير تحدبها، كيف زي لما تمسك مرايه ولا شيء تكون تغير تقعرها، تغير المنطقه اللي تقعد فيها الصوره على الفوكس. احنا نعتمد في تصحيح النظر على هذا الشيء. طبعا ممكن العمليه تتم على القرنيه، ممكن نحط عدسه جوه العين او نستبدل العدسه اللي جوه العين، كل هذه تعتبر عمليات تصحيح نظر. الاكثر شائع منها عمليه الليزك. الليزك هي ايش بالضبط؟ ان احنا نمسك القرنيه اللي هي تقريبا سمكتها 525 مايكرون، يعني تقريبا نص سنتيمتر. وهذه القرنية لكم احنا نعمل فيها فتحة، الفتحة دي في الطبقات حقتها نعملها بالمشرط اسمه كيراتوم، هذا نقوم نسميها ليزك، انه فتحنا القرنية بالمشرط. طبعا الفتحة بتكون شديدة الدقة والفلاب اللي هو الصفيحة اللي تطلع تكون مرة نحيفة، ونسوي الليزك الإكزيمر ليزر، وبعدين نروح نقفل مرة تانية. هذه العملية الأولى اللي تعرفت في كل مكان اسمها الليزك. في الليزر السطحي اللي هو ما نشيل القرنية، ما نعمل صفيحة في القرنية، نوجه الليزر على القرنية من بعد ما نشيل الطبقة الأولانية اللي هي القشرة الخارجية، هذه اسمها الليزر السطحي. وفي بعد كده طلعت عمليات الفيمتو ليزر. الفيمتو ليزر يعني بدل ما أفتح القرنية بالمشرط أفتحها بالضوء، عارف زي السيف حق ستار وور وكده الأفلام، إنه بالليزر يعني. أيوة بالليزر، نفتح نعمل الفتحة الأولانية بالليزر، وبعد يقوم نشيل الصفيحة نسوي التصفيح ونقفل مرة ثانية، هذه اسمها فيمتو ليزر. بعد كده طلعت حاجة اسمها فيمتو سمايل. فيمتو سمايل أقوم أنا أعمل فتحة في القرنية زي الابتسامة كده، وأعمل فيمتو ليزر جوتها، وبعدين أدخل بالملقاط وأسحب التصحيح اللي أنا سويته من جوا هذا الإسمايل.
يقال انه هذه تخلي القرنيه متماسكه اكثر. هي كلها فكرتنا احنا ما نبغى تحصل لنا مشاكل بعد ما نسوي العمليه وتضعف عندنا القرنيه. نعم، احنا ان شاء الله بنتطرق لسواء في اثناء الاجراء او ما بعد هذا الاجراء، واللي ممكن يعني ممكن يكون في مرات يكون في تدهور اذا المراجع ما التزم ببعض النصائح اللي يعطيها هو الدكتور، بحكم من مثل ما ذكرتي تزال بعض القشرة العين الطبقة الأولى ويكون في ليزر، فيعني في يكون بعض الإجراءات اللي لازم المراجع يتبعها سواء من ترطيب وإلى آخره. لكن الآن دكتورة سيرين، أنت الآن ذكرتي أربع أنواع، فهذه الأنواع هل هي كلها مخصصة لضعف النظر ولا في شيء لطول النظر أو في شيء لمعالجة الانحراف، أو كيف يكون في مرات هل في يكون في دمج لبعض التقنيات؟ احنا عندنا عادة بنصحح النظر من زائد 6 لين تقريبا ناقص 11 ناقص 12، هذه الدرجات اللي احنا ممكن نصححها بالإضافة للانحراف بحدود 6 درجات. طبعا كل ما ارتفعت الدرجة كل ما كان صعب انه العين تستجيب للعلاج او ما يكون عندها رغبة انها ترجع. العين عاملة زي الزنبرك، يعني لها شدة مقاومة تبغى ترجع زي ما كانت. عشان كده احنا نحاول نعطي كورتيزون بعد العملية عشان نخفف الرغبة حكاية القرنية ان ترجع لنفس التقاعر حقها القديم. نعم. فالعملية هذه عندنا الليزر السطحي دائما نقدر نسويها لقصر النظر او للناس اللي عندها قرنية نحيفة. الفيمتو ليزر اللي يبغى عملية سريعة، والليزر يبغى عملية سريعة، وبعدين لبعد النظر انا افضل دائما الفيمتو ليزر والليزك، لأنه بعد النظر عادة العين خلينا نفهمك بها طريقة مرة بسيطة. لو تفكرنا أنه قصر النظر لما نصلحه النظر قصير فتصلحه يفرح النظر، الله عثر طويل يستانس. إنما لو النظر طويل وأجينا أقصره النظر يزعل، يقوم يبغى يرجع العين مرة تانية تطول مرة تانية. طبعا طول النظر إحنا ما نبغى، علشان كده نفضل ان احنا نسوي الفيمتو ليزك على اساس ان احنا نسوي العملية ونقفل الصفيحة والعين ما تنتبه ان احنا عملنا العملية. هذا هدفنا في بعد النظر، ان بعد النظر نسبة رجوعه اعلى من قصر النظر. قصر النظر عادة نتائجه مرة ممتازة ويستجيب بسرعة وقليل اللي يرجعوا، الدرجات المرة مرة عالية هي اللي ممكن ترجع، وما ترجع كل الدرجة، ترجع حتى بسيطة ما تضر. يعني الآن طول النظر مثل ما ذكرت اللي هو الفيمتو ليزك خيار مناسب لهم، بس أيضا يعني الليزك يعتبر خيار جيد إذا كان التزم المريض، ولا يعني في الليزك التقنية هذه إن رجوع النظر بحكم كان عنده طول نظر بتكون أكثر؟ الليزك والفيمتو ليزك نفس الشيء، كله بنفتح صفيحة. الليزر السطحي أو الترانس بي أر كي، الليزر السطحي وفي نوع منه اسمه ترانس بي ار كي، اللي هو حتى القشره هذه زمان كنا نشيلها بالكحول او نشيلها بالفرشه كده، نشيل القشره الاولانيه حقت العين زي قشره البرتقاله كده. دحين في ليزر هو اللي يشيل لك القشره الاولانيه، هذا برضو يعني اضافه لتقنيات الليزر بنتائج احسن بدون تدخل الدكتور. ايوه، لانه الليزر السطحي بنسمح للقرنيه انها تتعافى لوحدها، فعلشان كده نسبة إنها ترجع طول النظر أعلى. في الفيمتو ليزك والليزك أنا ما بسمح لها تتعافى، يعني أنا بفتح الصفيحة وبقفلها تاني، فما يكون في معافاة كتير غير بس بمكان صغير مكان ما فتحتها، فبتكون مرة صغيرة التعافي، فما تنتبه العين عادة إن إحنا عملنا عملية، ويكون الريكفري مرة سريع في خلال ساعتين خلاص everything is over يعني، وتحسن النظر. احنا ان شاء الله كمان بنفصل ايضا في جانب المميزات وممكن ايضا العيوب لمختلف الاشخاص والفئات اللي ناويين ان شاء الله انهم يقومون بهذه العملية، لكن استاذنك واستاذن الساده المسلمين نطلع فاصل المسلمين الكرام، ولا تزال فضيفتنا عبر الهاتف دكتورة سيرين جوهرجي استشارية الطب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الابصار الحاصلة على الزمالة الكندية. ايضا اللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يشاركنا هو على رقم واتساب الاذاعه 055-66-89-01 او عبر الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجعين.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وعدنا مجددا بعد الفاصل، ولازلنا مستمرين في موضوعنا لليوم، تصحيح النظر كيف ومتى ولماذا. أيضا اللي يقدر اللي وده يشارك معنا عبر واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. رحب مرة أخرى بضيفة حلقتنا على الهاتف دكتورة سيرين جوهرجي، استشارية الطب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الإبصار الحاصلة على الزمالة الكندية. حياك الله دكتورة سيرين. أهلا وسهلا بكم. لله الآن في الجزئية الماضية قبل الفاصل تكلمنا يعني لمحة شاملة عن أبرز طرق تصحيح النظر، سواء من الليزك والليزر السطحي والفيمتو ليزر وأيضا الفيمتو سمايل، ومثل ما ذكرتين كل نوع يكون ممكن يعالج جزئية معينة سواء قصور النظر أو طول النظر وإلى آخره. لكن ممكن دكتورة سيرين لو نرجع شوي لورا الآن، إيش السبب أصلاً؟ يعني هو أكيد الأشخاص اللي يسوون هذه العمليات يا أما يكون عنده ضعف نظر أو يكون عنده طول نظر أو في بعض الحالات إن يكون عنده انحراف. فبالنسبة للحالة الأولى والثانية اللي هي طول النظر وضعف النظر، أصلاً إيش السبب اللي يخلي الواحد يعني يكون ضعيف في النظر أو إن يكون عنده طول نظر؟ هل هذا يرجع مثلاً إلى عوامل وراثية أو مثلاً في حال إن كان صغير وكان عنده ضعف نظر مثلاً وما كان ملتزم به النظارة فبناء عليه بدأ النظر يكون ضعيف لفترة أطول؟ ضعف النظر هذا عادة سمة وراثية، يعني احنا قديش طولنا يعتمد على الجين اللي احنا ورثناه. نفس الشيء طول العين وقوة العدسة اللي جوتها هذا يعتمد على الجينات. فاللي يكون عنده أحد في عائلته بيلبس نظارات مثلا مرة كبيرة، وفي نسبة أنه يجيله نفس المشكلة أنه يكون حمل نفس الجين. فطول النظر وقصر النظر والانحراف هذه كلها سمات جينية نورثها من أبائنا. حتى لو كان أبوك أمك ما يلبسوا نظارة، أحيانا يكون الأجداد عندهم هذه لبس النظارة أو ضعف النظر هذا. والطفل الصغير لما يكون عنده ضعف النظر عادة ما يكتشفه من غير ما يفحص. ضروري ان احنا نودي اطفالنا نفحصهم، لانه ممكن يكون عندهم عادة الاطفال يكون عندهم بعد نظر لانه العين لسه صغيرة، فيكون النظر ابعد اطول من العين، العين لسه صغيرة فعادة يكون عندهم بعد نظر. بس المشكلة لو كان بعد النظر مختلف عن العينين، يكون الدماغ يستقبل من واحدة عين ويرفض الصورة المشوشة اللي تجي من العين اللي الصورة فيها ضعيفة بسبب ضعف النظر، هذا ممكن يؤدي إلى كسل. الكسل ده لو حصل ما عاد نقدر نصلحه حتى في المستقبل، العين تكون سليمة لكن الدماغ اللي ما عاد صار يرضى يستقبل منها أي صورة. علشان كده احنا ننصح لازم لبس النظارات للأطفال، لازم تروح تفحصوهم على عمر 3 سنين من غير ما يشتكي من أي شيء. كون الولد يقعد يقرب جنب التلفزيون، مش التلفزيون أخذ نظره، هو لأنه نظره ضعيف بيقرب جنب التلفزيون. يعني ما في عوامل لو سواها الطفل زي ما ذكرتي توك أن يقرب من التلفزيون أو مثلا من الجوال أو يسوي شيء معين بيأثر على النظرة؟ يعني في كل الأحوال أنت مشكلة النظر هي تكون مثل ما ذكرتي وراثية فقط. صحيح، هو الحاجات اللي بتشوفها هذه انه يقرب من التلفزيون او يقلب راسه او يعوز راسه، هذه كلها محاولات منه عشان يبغى يشوف. مش يعني هو نظره ضعيف عشان كده بيعمل كده، مش العكس، مش الاشياء دي اللي سحبت نظره. ما في حاجة تقدر تسحب نظرك الا لو طالعت في الشمس، ساعتها تحرق نظرك مظبوط، يعني تحرق بؤرة العين مركز الإبصار. نعم، عندك عدسة تعرضها للشمس وتكوي لك الشبكية. فهذا عشان كده احنا نقول لازم نظارة شمسية وما ننصح ان احنا نلبس نطالع في الشمس تعرف ليه؟ لانها تأثر على العين. طبعا لانها ممكن تسحب النظر. عشان كده غير مطلوب، فدائما انا انصح بالنظارات الشمسية. طيب الان نفترض ان الطفل هذا اللي كان يعاني سواء من طول او قصر في النظر واستمر على نظارة طبية لفترة ما وحب انه يغير ويسوي هذه العمليات، فهل في معايير معينة، في عمر محدد، في شيء معين لازم يكون هو مطابق عليه عشان يكون مؤهل لهذه العمليات؟
صحيح، احنا ما نبدا نسوي العمليه دي الا بعد 18 سنه. هذا الاف دي اي ابروفد في امريكا انه بعد 18 سنه القرنيه ممكن نسوي لها العمليه. في ناس لسه عندهم بيستمروا، يعني احنا حتى ما نطول بعد 18، والعين كمان ما تطول. احنا نتكلم على مايكرون، يعني مليمتر في العين يفرق كتير، مش كبر يعني بالسنتيمتر. ففي ناس تستمر عندهم ضعف النظر، هذولا ما ينفع نسوي لهم لأن العين ما ثبتت نظرها. كيف نعرف؟ احنا نشوف المريض ونشوف تطور القرنية حقته، ومن أرقام معينة نقدر نعرف إذا هذا المريض عنده استعداد إنه يزيد ولا ما يزيد، ومن شكل الشبكية. فإحنا نقدر نسوي العملية بعد عمر 18 سنة لحد عمر 60. بعد 60 سنة ما ننصح نسويها، لأنه most likely حيكون ظهرت عندهم بدايات الموية البيضة، والموية البيضة هي عبارة إنه العدسة حقت العين اللي تكون شفافة زي زلال البيض، تتحول زي زلال البيض لما يستوي ويصير أبيض كده، تحول يصير أبيض مش تماما يعني، بس إنه هي دي الفكرة حقتها، إنه كيف يعني الموية البيضاء لما تصير أبيض. طيب أحسن إن أنا أشيل هذه الستارة اللي صارت جوا العين، العدسة دي المغبشة أشيلها وأحط له عدسة جديدة تخليه يشوف القريب والبعيد، تخليه يشوف كل حاجة. طبعا العدسات اللي تنحط جوا العين، في العدسات اللي بنحطها لو كان تصحيح النظر جدا عالي، يعني أعلى من 10 درجات مثلا بالناقص، أعلى من 6 درجات بالزائد، هذا ما ننصح بالليزر أو الليزك، لأنه كمية تصحيح النظر اللي أنا بدي أصلح فيها القرنية مرة كبيرة، فممكن تؤدي إلى ضعف في القرنية. إذا ما ينفع أن أنا أصلح القرنية إذا حتضعف القرنية، إذا ما بقى عندي الباقي من القرنية قوي كفاية أنه يحمي، فهذه عملية تجميلية مفروض ما أسويها عشان أأذي العين أو أعرضها إلى خطر في المستقبل. إذا في خطورة يبقى ما ننصح بالعملية دي، نقوم نعمل عملية تصحيح النظر، ندخل عدسة جوا العين، نحط سائل نوسع المكان جوا العين ونحط العدسة هذه. العدسة هذه أول ما طلعت كان لها مشاكل كثير، بس دحين صارت العملية مرة ناجحة ومرة بسيطة ومرة سريعة. عيبها أنها بتكون شوية غالية، لأنه عملية داخل العين، ندخل من جوا فتحة صغيرة 2 مليمتر وبندخل فيها العدسة وتنفرد أمام العدسة الطبيعية حقت الإنسان. تستغنوا عن العدسة الطبيعية بشكل نهائي؟ هذا لو أزلنا العدسة، لو كان في موية بيضاء وأزلناها، بس إحنا ممكن نحط عدسة فوق العدسة حقتنا الطبيعية للناس الصغار اللي عدستهم نظيفة وكويسة بس ضعف النظر عندها مرة شديد، بدل ما نحط العدسة من برا العين نحطها جوا العين وتصلح بكده النظر. هذا طبعا عشان نقدر نسويها لازم تكون في مواصفات معينة للعين، ووسع الزاوية حقت العين تكون واسعة كفاية إنه تكفي المكان اللي أحط فيه العدسة. في حالات نادرة تكون الزاوية هذه ضيقة، لما نسوي التصوير نلاقي الزاوية ضيقة، فنعتذر للمريض لأنه ما نقدر نعمل له العملية هذه ولا نقدر نصلح له بالليزك. هذول اللي يكونوا معلش ما صادفهم الحظ إنه يقدر يسوي العملية. هنا كمان ما يقدروا يسوي العملية لو القرنية بدأنا بيها أوريدي نحيفة، هو قرنيته رقيقة، هو إنسان رقيق جدا ما يستحمل عملية، فما حضاعف بعينه زيادة إذا هو قرنيته ضعيفة. فهذا كونترا إنديكيشن أكيد، يعني ممنوع نسويها تماما لو القرنية مرة نحيفة، أو لو كان فيها أماكن نحيفة مش كلها بس في أماكن ضعيفة، فهذه الأماكن الضعيفة لو قربنا منها ممكن تضعف زيادة ويصير فيها حاجة اسمها تمخرط للقرنية. تمخرط القرنية هذه حاجة سيئة احنا ما نبغاها، لأنه النظر يصير فيها صعب ولازم تغيير قرنية في المراحل المتأخرة. نعم. من الناس يكون عندهم لا سمح الله أمراض مناعية، هو جسمه من غير ولا حاجة عم يتضارب مع نفسه والخلايا عم تأكل في نفسها، أنا ما أضيف عليه أي توتر لأنه ما حيتعافى بسرعة، لأن إحنا عندنا في العملية دي لازم جسمك يتعافى. أنا أقدر أسوي لك الجرح وأخيطه، بجسمك هو اللي بيتعافى، جسمك هو اللي بيقفل الجرح هذا، أنا بس بقرب الخلايا جنب بعض. نفس الشيء في العين، أنا بعمل عملية وبستنى العين تتعافى، عشان العين تتعافى لازم المريض يكون بصحته،
يعني اللي يكون عنده مثلا أمراض مناعية زي الذئبة الحمراء ما يقدر يسويها لأنها ما يتعافى. اللي يكون عنده مشاكل في الجفن، مشاكل في الجفاف، عنده جفاف شديد في العين ما يقدر يسوي العملية. هذا حتزيد المشكلة حقت الجفاف بعد العملية. اللي يكون عنده سكر غير منتظم برضو ما أقدر أسويها لأنه ما حيتعافى بسرعة. نعم، فهيصير الآن في أكثر من مانع لإجراء هذه العمليات. لكن ممكن قبل لا نطلع الفاصل الآن، إذا بنلخص أبرز الشروط مثل ما ذكرتي، أن يكون تجاوز 18 ويكون النظر ثابت، يعني تقريبا إذا راجع الدكتور مثلا مرة أو مرتين كان النظر ثابت، ومقياس القرنية يكون بسماكة معينة، وما يكون وخالي من الأمراض المزمنة، وبناء عليه إن شاء الله أنت الآن تكون مؤهل أنك تسوي هذه وهذا الإجراء، وبإذن الله يكون يتم معك بإذن الله بدون أي مشاكل. يا سلام عليك، لميتها صح. نعم، طيب أستاذنك وأستاذن السادة المستمعين، نطلع فاصل المستمعين الكرام، ولا تزال في ضيافتنا دكتورة سيرين جوهرجي، استشارية طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الإبصار الحاصلة على الزمالة الكندية. ولا نزال أيضا نستقبل أسئلتكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-012. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعين الكرام، ورجعنا مرة ثانية بعد الفاصل، ولا نزال نتكلم في موضوع تصحيح النظر كيف ومتى ولماذا. أيضا اللي عنده أي سؤال أو استفسار على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-012. أرحب مرة أخرى بضيفة حلقتنا عبر الهاتف دكتورة سيرين جوهرجي، استشارية طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الإبصار الحاصلة على الزمالة الكندية. حياك الله دكتورة سيرين. أهلا وسهلا بك. الآن في الجزئية الماضية تكلمنا بشكل موسع عن أبرز الإجراءات والاشتراطات المطلوبة على الشخص اللي ناوي أن يسوي إحدى هذه الإجراءات، سواء من ليزك أو ليزر سطحي وغيرها، سواء مثل ما تفضلت أن يكون في عمر معين، أدنى يكون 18 وأقصى يكون إلى 60 وغيرها من الشروط الكثير. لكن الآن دكتورة سيرين، نفترض أن الآن الشخص جاهز لإجراء هذه العملية ومستوفي كل الشروط، فالإجراء كيف يكون وكيف تكون اختلافاتها ما بين سواء الليزك والليزر السطحي والفيمتوليزك والفيمتوسمايل؟ يعني إيش أبرز الاختلافات فيما بينها والإجراء كيف يكون؟ طيب احنا لما بنجي نختار المريض وخلاص وافق كل الشروط، اول حاجه بنسويها ان احنا بنقيس الدرجه حقت النظر حقته ونعمل تصوير للقرنيه بحيث نقدر نشوف القرنيه مضبوط واذا مناسبه له العمليه، ودرجه النظر اذا زائد ولا ناقص وقديش في انحراف، وبنطرح العمليات المقترحه اللي ممكن يستفيد منها المريض وايش فائده وميزات كل واحده. طبعا ميزة الليزر السطحي انك انت بتحافظ على سماكة القرنية كاملة وان العين تتعافى وكأنه ربنا خلقها كده ما عاد تترك اي اثر للعملية، فهذه العملية ناجحة جدا ومرة ممتازة واختيار رائع وتكلفتها ما هي عالية زي بقية العمليات لانه بنستخدم بس جهاز واحد لتصحيح النظر. عملية الفيمتو طبعا لا، عملية تكون اغلى لانه بتتعرض لجهازين، جهاز بيسوي لك الفيمتو ليزك اللي هو بيفتح لك القرنية، والجهاز الثاني بيسوي الإكزمر ليزر اللي هو تصحيح التحدب القرنية، فبنتعرض لجهازين فبتكون العملية أغلى، والعدسة داخل العين بتكون أغلى وأغلى لأنه العدسة دي بتكون مصنعة مخصوصة عشانك وفيها تعديل للانحراف وممكن تكون تنفع للبعيد والقريب. في حاجة مهمة نقولها إنه بعد عمر الأربعين إحنا كلنا نحتاج نظارة القراية لأنه نبدأ العضلة اللي جوا العين اللي تكون قادرة إنها تضغط على عدستك الطرية اللينة وتغير الفوكس حقها، تغير البؤرة حقتها، تدخل العدسة تقوم تقرب لك الصورة. هذه الخاصية قدرة العضلة هذه والعدسة الليونة تختفي بعد الأربعين، العضلة تصير مرة ضعيفة والعدسة نفسها تنشف ما تصير طرية ولينة
زي العجينة كده لما تدخل الفرن وتستوي ما عاد تقدر تغير شكلها. نفس الشيء العدسة حقت العين، تكون 40 سنة خلاص وصلنا سن الرشد واستوت العدسة ما تتغير، فنحتاج نظارة للقراية. يعني تقصدين دكتورة سيرين الآن الشخص لو أجرى العملية ووصل لسن 40 نظارة القراية هذا بيكون شيء حتمي، يعني أنك حتستخدمه سواء أجريت ولا ما أجريت؟ يس، زي الشعر الأبيض بالضبط، كلنا حنمر فيها، هذه حاجة طبيعية. الناس اللي يكونوا متضايقين إنه ما يكون نظارة القراية ما ينفع لهم إجراء تصحيح النظر، لأنه حيصيروا متضايقين إنه ما بيشوف القريب، هم يبغوا القريب، فهذه ما ننصح نسوي لهم إياها. لو هو عنده قصر نظر ومبسوط طول عمره ويشوف القريب طول عمره ويلبس نظارة للبعيد وجاني على 40 سنة، أقول له ما أنصحك بالعملية، لأنه شكل بحياتك اللي أنت متعود أنك تلبس نظارة للبعيد حيصير العكس، تلبس نظارة بس للقريب، فحتى الناس هذول ما ينبسطوا وسوت لهم العملية. عشان كده مهم تسمع المريض إيش اللي مضايقه، إيش المشكلة اللي عنده، مو بس تسوي العملية، لأنه ممكن ما يكون عارف إنه أنا عندي قصر نظر وما يفهم حقيقة معناه، غير لما تعيش التجربة وتشرح له إياها، توصل له مثلا قطرات أو توري له التجربة كيف لما يمسك النظارة ويعرف إيش حيصير عشان يكون واضح إيش ينتظر بعد العملية. الحاجة الثانية إنه في ناس في تقنية إنها تصلح القريب والبعيد على القرنية، في ناس بيسووها، في دكاترة بيسووها هنا عندك في السعودية. أنا ماني مقتنعة بهذا الخيار إنه يصلح القريب والبعيد على القرنية. تقصدين يعني يستخدم مثلا إجراءين في نفس الوقت؟ الليزر هو نفس الليزر يقدر يسوي اللي يسوي القرنية، يسويها طبقات، طبقة تشوف البعيد، طبقة تشوف الوسط، وطبقة تشوف القريب. أنا ماني مقتنعة بالإجراء هذا، بس في ناس يسووه. أنا شخصيا أشوف أن نظارة القراءة أفضل لبعد 40، وإحنا موت النهار بنقرأ يعني ما شاء الله تبارك الله علينا، يعني ما صرنا زي زمان. وحتى الحين معظم الأجهزة الإلكترونية تقدر تكبر الخط، تقدر تسوي زوم، فما صرنا حاجة كثير للقراءة زي زمان يعني أقصد. يعني أيضا ممكن يكون جانب كثرة الإجراءات في العين يعني شيء غير محبب. يعني هي بس أنا أشوف إنه بدل ما أسوي قرنيتي أغير قرنيتي، ممكن أغير العدسة اللي جوة العين، لأنه إحنا بعد 40 على 60 ممكن تبدأ تكون ظهرت بدايات مويه بيضة، والمويه بيضة زي ما قلت لك هذه حاجة تحصل زي الشعر الأبيض، بتزيد كل ما كبرنا في السن، فساعتها أغير العدسة اللي جوة وحط عدسة ملتي فوكال تخليني أشوف القريب والبعيد، فهذا يكون الخيار أفضل للمريض. أغلى صحيح، عملية أكبر، لكنها الأصح لحالته، عشان كده دراسة حالة المريض إيش يشتغل، هل هو حياته طول النهار قدام الكمبيوتر ولا واحد بيسبح وواحد عنده سباق يختلف، بيلعب رياضة. يعني مثلا ما أحب أسوي الليزك لو واحد بيسوي رياضة كورة، لأنه بنسوي بيكون فيه فلاب، بيكون فيه صفيحة، الصفيحة دي طول عمرها حتفضل ضعيفة، فواحد بيلعب كورة أو بأشياء رياضية قوية ممكن تجيله خبطة على العين وتحرك له هذا الفلاب، عشان كده أنا ما أفضل العملية دي، يكون الليزر السطحي يكون أنسب. ففي عوامل كثيرة تخليني يعني عشان تقدر تشوف الصورة كاملة إيش أحسن حالة لهذا المريض. لازم نفصل العملية لكل واحد حسب حاجته هو، وهل هذه العملية اللي هو بتوقعها حتلبي له احتياجه ولا ما حتلبي له احتياجه. هذه تهيألي من أهم الأشياء قبل عمل العملية، لأنه عملت العملية خلاص المريض ورط، ما عاد يقدر يغير، ما عاد يقدر يرجع زي ما كان، فلازم يكون قرارك واضح والمريض فاهم إيش حيحصل على إيش. طيب الآن دكتورة، يعني في هذه الإجراءات هل تختلف مدة الإجراء؟ يعني بحكم ما نسمع إن العملية سريعة هتسويها زي ما نقول وانت واقف، فكم يأخذ إجراء هذه العمليات؟ العملية طبعا جدا سريعة، مجرد ما يجلس المريض بس طبعا عشان لازم تعطي المريض وقته عبل ما يستقر، عبل ما يهدأ، وتحط له القطرة المخدرة هذه، وبعدين نحط الحديد اللي تفتح الرموش عشان ما يقفل عينه وقت العملية. طبعا الحديدة ما تضايقك لو أنت فتحت عينك براحتك تفتحها،
وطالع في النور، نقول لك طالع في النور الأخضر مثلا، هو ده الليزر تبعي، ما بيكون في ألم نهائي لأن العين متخدرة بقطرة، وبنسوي العملية بيطالع في النور. لو حرك عينه بيوقف الليزر، الأجهزة دحين ترى كثير متطورة وتوقف لو تحركت العين، لين يرجع للمكان الصحيح ويكمل الليزر. الليزر بيكون أقل من دقيقة العملية ذات نفسها، وبعدين خلاص بنحط مثلا بعد العملية بنحط دواء عشان في من المشاكل الشائعة اللي ممكن تحصل بعد العملية اللي هو التليف، إنه العين شوف كيف لما تسوي جرح ويتعافى ويقوم يترك لون ويترك أثر، وممكن لو جرح كده يطلع خلايا زيادة عن اللزوم ما كان المفروض موجودة. نفس الشيء في العين، لو سوت خلايا زيادة بتسوي ضبابية، بتسوي تليف، بتصير العين الرؤية ما هي واضحة. عشان نمنع الشيء ده بنحط دواء اسمه مايتومايسين، هذا يسبب سيولة يعني يخلي الخلايا ما تسوي التليف هذا، ونحط عدسة، هذا لو ليزر سطحي. لو ليزر فيمتو ليزر بنرجع كل شيء مكانه من غير دواء، وبنبدأ المريض كورتيزون قطرات يستخدمها لمدة شهر بالتدريج، ينزلها وأنتيبيوتيك عشان ما يحصل أي لا سمح الله التهاب ولا إنفكشن. وثالث حاجة مرطب، مرطب قوي عشان يستمر يحطه عشان يخفف له الحدة حقت الألم بعد العملية، لأن بعد العملية حيكون في ألم. نعم، إحنا إن شاء الله بنتكلم ما بعد العملية واستدامة العملية، لكن يعني من كلامك إن الموضوع مطمئن، لأن في مقاطع زي ما تعرف دكتورة إن الواحد يقدر يشوف العملية كيف بتكون، فسالفة اللي هو كشط الطبقة الأولى والليزر، فممكن في بعض الأشخاص يكون عندهم تخوف، لكن مثل ما ذكرت إن الأجهزة على قدر عالي من الأمان، بحيث إنك لو حركت عينك يعني الليزر ما بيضرب مكان ثاني فحيتوقف تلقائيا. فالمقصد إن الأجهزة هذه آمنة وإجراءها بسيط جدا، لكن ما بعد هذا الإجراء إن شاء الله نأخذها بعد الفاصل. فنطلع فاصل مستمعين الكرام، ولا تزال في ضيافتنا دكتورة سيرين جوهرجي، استشارية طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الإبصار الحاصلة على الزمالة الكندية. وأيضا نستقبل أسئلتكم وأراكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-012. فاصل وراجع. حياكم الله مستمعين الكرام، وعدنا مجددا في آخر جزئية من حلقة اليوم اللي تحمل عنوان تصحيح النظر كيف ومتى ولماذا. أيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 اللي إن شاء الله حنجاوب عليه في آخر جزئية من هذه الحلقة، وأيضا اللي حاب يشاركنا على الهاتف 900-66-012. أرحب مرة أخرى بضيفة حلقتنا عبر الهاتف دكتورة سيرين جوهرجي، استشارية طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الإبصار الحاصلة على الزمالة الكندية. حياك الله دكتورة سيرين. لأن دكتورة سيرين في قبل الفاصل تكلمنا في الجزئية العملية من ناحية إجراء هذه العمليات، وإن مثل ما ذكرتي إن الموضوع إن شاء الله بسيط والإجراء ممكن حتى ما يأخذ دقائق، لكن بعد ما يتم هذا الإجراء والشخص مثل ما ذكرتي إن كان في مثلا إزالة للطبقة الأولى وكان في ليزر دخل على العين، ممكن بيكون له تأثير بسيط على العين إن يغير بعض الأشياء اللي تحسن من جودة الإبصار، فإيش المطلوب عليك أنت الآن كمراجع ما بعد هذه العملية؟ هل في إجراء معين، في مثلا أنك تقي نفسك من الضوء لفترة معينة، القطرات وإلى آخره؟ بعد العملية احنا عادة نقول ننصح المريض انه يستخدم قطرات رايت اواي، انه يبعد عن الضوء، لانه اول ما بتسوي العملية بدان في جرح العين بتكون كتير متحسسة تجاه الضوء، مو انه الضوء حيضره بس انه تصير العين تضايقه تدمع وتألمه، فنقول له بعد عن الضوء، نديله نظارة بس عشان تريحه عشان هو يرتاح، يستخدم قطرات المرطبة. الشيء اللي ممكن يضره هو أشعة الشمس، عشان الأشعة تشايف لو أنت عندك جرح في جلدك وعرضته للشمس حيصير لونه بني، حيتغير لونه. نفس الشيء الجرح اللي في العين، احنا ما نبغى الشمس تضيف أي تغيير على القرنية، عشان كده ننصح دائما يلبسوا نظارات الشمسية بعد ما يسووا العملية ضرورة،
مش هذه أصلاً على طول من نفس العيادة يعطوك على طول نظارة. يدوك نظارة، فضروري تغطية العين من الشمس. الشمس والبحر بعد العملية لا ينصح بهم أقل شيء شهر عشان العين تتعافى تماماً. وبعدها أنا دائماً طبعاً ننصح بالنظارات، كل دكاترة العيون ينصح بالنظارات الشمسية. التأخير الهيليك إنه ما يتعافى كويس أو إنه لا سمح الله يحصل له التهاب في العين، هذه ممكن تكون شوية مزعجة لو لا سمح الله حصلت إنه تلتهب العين. هذه من المشاكل اللي ممكن تحصل، التهاب العين ما تتعافى، كله يكون بسبب عدم استخدام القطرات كفاية أو تعريض العين إنه لا سمح الله يجيها جرثومة من مكان أو من آخر. فهذه من المشاكل اللي ممكن تحصل. المشاكل الثانية اللي ممكن تحصل إنه لا سمح الله تضعف القرنية، رغم إن إحنا سوينا كل شيء صح بس برضو ممكن في نسبة ضئيلة إنه يحصل لا سمح الله ضعف، إنه يرجع شوية ضعف نظر نقدر نصلحه مرة ثانية بالليزر، هذا برضو وارد. زمان كان أكتر يرجع ضعف النظر، الحين اللي بيستخدم الكورتيزون صح بعد العملية ما صرنا بنشوف رجوع النظر كثير زي زمان. زمان كان لسه أكتر، الحين كثير التقنيات صارت ممتازة وما بنشوف المشاكل هذه بعد العملية. بس من أكتر المشاكل اللي تواجه المريض هي جفاف العين. ليه بيحصل الجفاف؟ بيحصل الجفاف في حالة الفيمتو وحالة الليزك، أنا بقطع القرنية، فالقطع هذا أنا بقطع الأعصاب اللي بتمشي في القرنية، فيقل الإحساس في القرنية، فيصير ما ترمش كما أنت متعود لأنه ما في إحساس في القرنية شديد. يعني تقصدين يعني ما أنت ما تحس بالجفاف عشان ترمش تلقائياً؟ يس يس، إلين يصير الجفاف مرة زيادة تقوم ترمش، فيصير الرمش أقل كمان. أنت تخيل نفسك قاعد تطالع في الليزر كده لمدة دقيقة، فالدماغ يحسب نفسه سوبرمان وما يصير يرمش كثير ومبسوط، صار يشوف الدنيا حلوة. فهذه الأشياء تخلي الرمش مرة قليل، فتعرض العين للجفاف. فإحنا عارفين إنه حيحصل جفاف بعد العملية، هذا شيء طبيعي، هذا أحد الأشياء اللي أنا متوقعتها. عشان كده ندي ترطيب، نقول أقل شيء الترطيب يكون يعني من 3 شهور إلى 6 شهور حسب احتياجك. حسب لو حسيت بغباش معناه إنه في جفاف، لو حسيت بحرارة معناه في جفاف، معناه كتر ترطيب لين يروح هذا الإحساس تماماً. معظم الناس طبعا لو اخترنا صح بعد 6 شهور خلاص المشكلة دي تنتهي، وخصوصا نحن بنسوي في الأعمار الصغيرة، فبتكون نوعية الدم حقتهم مرة كويسة. اللي يكون عندهم مشكلة في الجفاف قبل العملية لازم يتعالجوا قبل العملية، لأنه لو عملوا العملية بيصير الجفاف كتير أكثر مضاعف وصعب علاجه، ساعتها ممكن كتير تعب المريض وما يخليه يستمتع بالعملية. نعم، الجفاف وأكثر مشكلة بنشوفها بعد هذه العمليات. لكن هل الجفاف ممكن الآن أنت مثل ما ذكرتي أنك تستخدم سواء قطرات أو جل الترطيب اللي يكون مثلا على نوعين، اللي هو اليومي أو قبل ما تنام عفوا، فلكن هل ممكن طيب أنها تطول أكثر من 3 أو 6 شهور؟ يعني هل ممكن أنها توصل لسنة أنك يكون في جفاف لكن يبدأ يخف بالتدريج؟ هو الجفاف الطبيعي اللي حسب حق العملية يخف بالتدريج لماكسيموم 6 شهور، لكن لو أنت عندك مشكلة أساسا ولا جاك الجفاف بعدها ساعتها ما راح يتعبك. عشان كده ننصح نسوي كمادات دافية، ناخذ أوميجا 3، ممكن نسوي جلسات اللي هو الليزر اللي بيسووا بالضوء كده يعالجوا الخلايا الدهنية اللي تفرز الزيت، لأن الدم عندنا 3 طبقات: مائية ملحية مخاطية وزيتية. المائية والملحية والمخاطية يتبخروا بسرعة، اللي مفروض تفضل تغطي العين وترطبها هي الزيتية. فأحيانا في ناس يكون عندهم مشكلة في الخلايا اللي تفرز الزيت في العين، ما يصير زيت، يصير شوي زي السمنة ناشف، عشان كده ما يرطب العين، ولما ينزل تنزل زي التراب. عشان كده هدول ننصحهم بالكمادات الدافئة. الأول كانوا يستخدموا الشاي المر، يحسب الشاي هو العلاج، بس مش الشاي العلاج، دفى الموية. سبحان الله وجعلنا من ماء كل شيء حي، دفى الموية هو اللي بيريح العين. فاللي يكون عنده جفاف لو استخدم الكمادات الدافية كثير حتفرق معه، حتريح له عين إن شاء الله. نعم، أيضا كمان ممكن من ضمن الأشياء اللي يواجهها الشخص ما بعد هذه الإجراءات اللي هو الغباش أو ضبابية الرؤية اللي ممكن تستمر لفترة،
لكن كم الفترة اللي المفترض أنها تستمر فيها الضبابية هذه، ومتى النظر يبدأ يرجع زي ما نقول يرجع للدرجة اللي أنت صححتها عليها؟ بالنسبة للفيمتو ليزر والليزك، هدول عمليات سريعة، المفروض أنه في خلال ثاني يوم النظر خلاص يتحسن، لأنه ما في هيلينج، ما في تعافي. ساعتين مدة التعافي وخلاص، وتظهر النتيجة ثاني يوم نتيجة العملية. إنما الليزر السطحي هو اللي يأخذ وقت، لأنه العين لازالت بتتعافى، لازالت بترسم نفسها مرة ثانية، بتحط الخلايا صح، فهذا ممكن يأخذ وقت. في ناس يتحسنوا بعد أسبوع، في ناس أسبوعين، في ناس يأخذوا لين شهر حتى تتعافى العين تماما وترجع لطبيعتها ونظرها. فهو يلاحظ المريض أنه كل يوم نظره بيصير أحسن من اليوم اللي قبله. نعم. بوجه المرضى أحيانا بعد عملية الليزك أو الليزر، أنه يصير عندهم هالات حوالين الضوء. هذه مشكلة حقيقية ممكن تحصل، طبعا لها أسباب كثيرة. أحيانا تكون في مشاكل عيوب في القرنية ما هي واضحة، وأحيانا يكون تصحيح النظر كان في مسافة أقل من المساحة اللي البؤبؤ يتوسع عليها. فهذه مشكلة دائمة، لو لا سمح الله حصلت المريض بيضايق منها، ما بنقدر نتخلص منها لو أنها موجودة. لو أنها حاجة بسيطة بتروح بعد فترة، لكن لو كان التصحيح كثيرة في فرق ممكن ما تروح هذه المشكلة. جميل. بس هذه يعني المشاكل ممكن تحصل، يعني أنا بقول لك على أسوأ الأشياء الواحد يكون شايف صورة كاملة. نعم. مو أنها حتحصل. أي هو هذا، يعني زي ما نقول احتمالية الإصابة هي تختلف من شخص لشخص، لكن يعني كدكتور كأنتوا كأطباء هذا الشيء لازم ينقال عشان المريض أيضا ما يتفاجأ بعدين لو صار عليه شيء ولا شيء لا سمح الله. لكن عندنا بعض ولا شيء، ندعي إن شاء الله وما يصير لنا ولا شيء، ترى والله الدعاء مخ العبادة، وهو لما تدعي ما المشاكل اللي ممكن تصير لو دعيت تختفي خلاص بإذن الله، يرد القضاء الدعاء. لكن عندنا بعض الأسئلة من المستمعين. السؤال الأول يقول: السلام عليكم، يعطيك العافية يا دكتورة. ابني عنده ضعف نظر وراثي، أبوه وأمه وأهلنا كلنا، بس ولدي لبس النظارة من بدري من عمر 7 سنوات. المشكلة أنه متضايق منها عشان مو قادر يرجع يلعب كورة بسبب أنها تنكسر النظارة أثناء اللعب، ودائما يعبر عن انزعاجه من النظارة ومتى أبدأ ألبس عدسات وأسوي عمليات تصحيح نظر. حاليا ولدي باسل يسمعكم وعمره الآن 10 سنوات. حبيبي يا ابني ما تقلق يا ولدي حبيبي، بكرة تكبر تصير عمرك 18 سنة وعلى طول نسوي لك العملية، وبعدين ممكن تحط هذا المطاط اللي يمسك النظارة من وراء عشان ما تطيح منك لما تلعب كورة، وإن شاء الله تصير مرة شاطر وتنجح في الكورة حقتك، تنجح في حياتك وتحقق كل نفسك فيه. بس لازم نصبر شوية، لبسك النظارة هذا اللي هيخلي عينك ما يصير فيها كسل وتصير نشيطة، وبكرة في المستقبل نقدر نسوي العملية. يعني مرحلة بسيطة أساسا، أنت بعد ما توصل عمر 13-14 سنة هتلاقي نفسك صرت أكثر متعود على النظارة وما عاد حتضايقك بإذن الله. السؤال الثاني يقول: اسمي مها وعمري تجاوز 40 وعندي ضعف نظر، فهل التصحيح ينفع لي؟ التصحيح ينفع لكل الناس، لكن خلينا نتذكر احنا قلنا انه بعد 40 حنحتاج نظارة للقراية. انا اقدر اصلح لك النظر للبعيد، اللي بيصلح النظر للبعيد يجي يصلح له النظر للقريب، حنحتاج نظارة. اذا فهمنا الشيء ده نوكل على الله. اخيرا في وصولنا لوقت البرنامج، انا ودي لو توجهين نصيحة اخيرة في دقيقة او دقيقة ونص للأشخاص اللي مثل ما شايفة في الأسئلة إن في ناس ممكن حابين إنهم يسوون هذه الإجراءات، وفي البعض ممكن يكون عنده تخوف من هذه الإجراءات، فوش النصيحة الأخيرة اللي حابة توجهينها للمستمعين؟ حابة أقول لكم العملية هذه عملية تجميلية، ما يحتاج نتخلص من النظارة لو ما هي مضايقتنا. لو أنت مبسوط بالنظارة وحياتك مستقرة وما عندك أي مشاكل لا تعمل العملية. لو أنت متضايق من النظارة ومؤثر عليك وانت منزعج، الهدف من العملية دي هو انك انت ترتاح. فانظر انت ايش تبغى، ما لك شغل العالم ايش بيسوي، ما لك شغل صديقك ولا اخوك ولا ابوك ولا اي احد تاني ايش سوى، انت ايش تبغى، ركز في رغبتك انت ايش اللي ريحك ونقدر نسويه.
واستخير قبل ما تسوي أي حاجة، وإن شاء الله النتيجة تكون سعيدة بالنسبة لك بإذن الله. أخيرا دكتورة سيرين، شكرا لك ولتواجدك معنا. أهلا وسهلا بكم، شكرا لاستضافتكم. العفو، الشكر لكم أيضا مستمعين الكرام، وإلى هنا وصلنا لنهاية وقت الحلقة. أشكر مرة أخرى ضيفة حلقتنا دكتورة سيرين جوهرجي، استشارية طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وجراحات تصحيح الإبصار، الحاصلة على الزمالة الكندية. وإلى هنا نوصل إلى نهاية وقت البرنامج، أشكر زميلي من الإخراج رايد براجي، كنت معكم أنا عبدالله العامري، وإلى اللقاء متجدد على نفس الموعد والتوقيت، مع السلامة.